الآن نستعرض هذه المشاهد، والجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف 250 موقعا لحماس في غزة خلال الساعات 24 الماضية. إذن الجيش الإسرائيلي ينشر هذه الصور لما يقوله إنه لاستهداف 250 موقعا لحماس في غزة خلال الساعات 24 الماضية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.